إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإني أوصيكم إخوتي في الله وأوصي نفسي قبلكم بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم احشرنا في زمرتهم يا كريم، أمين. أحبتي في الله، لازال حديثي إليكم في هذا اليوم الأغر المبارك حديث القلوب إلى القلوب، حديث وكلام يزيل الهموم والكروب، حديث يذهب المحن والخطوب، حديث يبعث الأمل في القلوب ويفتح أبواب الرجاء للمهمومين. إنه حديث عن الاستغفار، عن استغفار المؤمنين عند الله علام الغيوب جل جلاله. عنوان حديثي إليكم تكملة للخطبة الماضية، عنوان هذه الخطبة: هنيئا للمؤمنين الأبرار استغفار الملائكة الأطهار. اعلموا إخوتي في الله أن الإيمان بالملائكة هو أصل من أصول الإيمان ومن أصول العقيدة، ذي الأركان الإيمان ذي الأركان العقيدة ذي خساق ذي غيام كل مسلم ومسلمة، ذي الأركان الستة أن يؤمن بالملائكة والتصديق بوجودهم وأنهم عباد مكرمون خلقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته ولتنفيذ أوامره. والملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله عز وجل من نور. الملائكة ذي الخلق ذي المخلوقات الكثيرة يخرق الله سبحانه وتعالى، إلا أنه الملائكة يخرق الله عز وجل من نور، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور. مقر النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. الملائكة كما وصفهم الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نهن الملائكة مخلوقات لا يعصون الله عز وجل، وقال عنهم الله سبحانه وتعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، يعني لا يتوقفون عن تسبيح الله عز وجل وتعظيمه وتمجيده. هذا الخلق الكريم جاء عنه في القرآن الكريم أنه يستغفر، مع أنه نوع استنشاق، لكن دائما قد استغفر. لكن هؤلاء الملائكة يستغفرون لمن؟ أمت استغفارا. إنهم يستغفرون لأهل الأرض استغفارا، أهل الأرض مارة بصفة عامة، ولكن المؤمنين المؤمنات بصفة خاصة استغفارا. الملائكة دائما قد استغفارا المؤمنين المؤمنات، معنى استغفار نسم تاني سيدي ربي تدعان غا سيدي ربي باش يغفر المؤمنين المؤمنات، يدعون الله عز وجل أن يغفر للمؤمنين وأن يرحم المؤمنين وأن يجنبهم ويبعد عنهم موجبات سخط الله، ويدعون مع المؤمنين والمؤمنات أن يدخلهم الله الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها. فأي شرف
حظي به المؤمنون والمؤمنات. هنيئا لكم أيها المؤمنون والمؤمنات بهذا الشرف العظيم. أية مكانة لهم للمؤمنين والمؤمنات عند الله عز وجل أن يسخر لهم ويهيئ لهم ملائكة أطهار مقربون يدعون ويستغفرون لهم، بل ويدعون لآبائهم، لآباء المؤمنين والمؤمنات ولأزواجهم ولذرياتهم أن يلحقهم الله بهم. فما أعظم الإيمان، إيش النعمة تمقرة أن نكون إن شاء الله من أهل الإيمان التي أنالت المؤمنين ورفعتهم إلى هذه المنزلة العالية. اسمع معي أخي أختي في الله ماذا يقول الله عز وجل عن هؤلاء الملائكة الأطهار. يقول ربنا جل جلاله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر، ما أجمل هذه الأدعية العظيمة، الأدعية يديد كارسي ربي سبحانه في القرآن الكريم على لسان الملائكة الأطهار وهم من المقربين عند الملك جل جلاله، وهم حملة العرش يدعون ويستغفرون استغفانا المؤمنين المؤمنات، يتضرعون إلى الله عز وجل باش أذي غفار المؤمنين المؤمنات خمين التوبان غسيد ربي سبحانه. واستغفار الملائكة للمؤمنين يدل على أن الملائكة أنصح للبشر من كثير من البشر، دليل على أن الملائكة نفعا البشر كتازمين ينفع بعض البشر البعض الآخر، فإن من البشر من الناس من يعتدي على إخوانه، بدل ما كيسن يدعم مشتق الملائكة ذي نيوذان يدعو على إخوانه، يدعو بعضهم على بعض، بل من الناس من يدعو على نفسه وعلى أهله وعلى ماله. قال مطرف ابن عبد الله رحمه الله تعالى: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله تعالى الملائكة. أنصح العباد اللي خلق سيدا ربي للعباد هم الملائكة. ووجدنا أغش، يعني أكثر غشا وخداعا، أغش عباد الله لعباد الله الشيطان. ثم تلا وقرأ هذه الآية، قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى لأصحابه في هذه الآية: إن ملكا، ملك واحد من الملائكة، لو سأل الله عز وجل أن يغفر لجميع المؤمنين لغفر لهم، كيف وجميع الملائكة وحملة العرش يستغفرون للمؤمنين. بشارة عظيمة. قال خلف بن هشام: كنت أقرأ على سليم بن عيسى، أقرأ عليه يعني القرآن، فلما بلغت قوله تعالى عن الملائكة ويستغفرون للذين آمنوا بكى، يبدأ يترو رمي خز ديغر الآية يجي العالم العلماء لما سمع هذه الآية استغفار الملائكة للمؤمنين والمؤمنات يبدأ يترو. قال يا خلف ما أكرم المؤمن على الله، زافي الكرامة غاس الإنسان المؤمن الموحد على الله عز وجل، هو نائم على فراشه والملائكة يستغفرون له. انتقيت طوس يا أيح ذي الفراش النس الإنسان المؤمن المؤمنة نهني الملائكة الأطهار استغفاناس يستغفرون له الله عز وجل. إذن أيها الإخوة الكرام، الملائكة يستغفرون للمؤمنين والمؤمنات، ولكن أمي
زي المؤمنين والمؤمنات الذين جمعوا بين التوبة وبين الاستقامة. ينيت قل المعصية ولكن بعد غير قل المعصية تنديم التوبة من قريب يرجع يؤوب إلى الله سبحانه وتعالى ويعزم أن لا يعود إلى المعصية ويعزم أن يستقيم على أمر الله. فهؤلاء يستغفر لهم الملائكة ويدعون لهم بدخول الجنة مع من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إذن هذا أيها الإخوة الكرام يدفعنا باش نوي باش نحظى حتى نحظى نفوز بدعاء الملائكة. من دقيق السنة أيها الإخوة الكرام إخسنا إذا وقعنا في المعصية نحن لسنا معصومين نشين واجبوا معصومين من الذنوب ما ريضنا مذنبون خطاؤون ولكن إخسنا مرمي من قشن المعصية رخدمنا نتوب غا الله سبحانه وتعالى رخدمنا نندم نستغفر غانا نبدأ نستغفر سور أنا عزم بأنه نذكر شغل المعصية أذن الملائكة يستغفرون لك تدعاني سيدي ربي باش يمحى المعاصي من الذنوب. ثانيا الملائكة الأطهار يستغفرون لمن استغفارا كذلك المؤمنين المؤمنات ذكيج الموقف ذكيج الحالة يستغفرون لمن يصلون الفجر وصلاة العصر في جماعة استغفارا تدعان غسيل ربي أذي يغفر المؤمن والنذي جاي منوس صلاة رفجة يتزجر في جارك الجماعة ويتجبر وقت الفجارة في عذو كذلك يحافظ على صلاة العصر مع الجماعة. اسمعوا معي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخبرنا بذلك. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم يعني يتناوبون يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ذنشان الملائكة تسندغى المؤمنين ذي الوقت نتجير ذنشان المؤمن الملائكة تسندغى المؤمنين ذي الوقت النهار سواس مرمير. إنش النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعون الملائكة اللي ديه كوان ديني تقعاد غسيل ربي سبحانه تمونا تمرقان في صلاة الفجر غير وقت الفجار تمونا الملائكة الذين ينزلون من السماء والذين يصعدون إلى الله عز وجل تمرقان غير وقت الفجار صلاة الفجار ثم تمرقان كذلك غير وقت العصر صلاة العصر ثم يعرج يعني يصعد الذين باتوا فيكم يني توقي منك المؤمنين فيسألهم ربهم عز وجل خمني رحنا الله سبحانه وتعالى يتسقسث رب العزة والجلال وهو أعلم بهم. الله عز وجل لا يحتاج أن يسأل ولكنه يجعل الملائكة حجة لنا وهو أعلم بهم يتسقس الله سبحانه وتعالى الملائكة يندي قعدنا الله عز وجل قرص الله سبحانه وتعالى كيف تركتم عبادي من تجام العبادي تقم فيقولون الملائكة يجيبون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون نسرمي غاس دنوسا نوفي ثندي الصلاة جماعة بمعنى تسند الملائكة غيموشا الصلوات غالمساجد غبيوت الله يحضرون مع المؤمنين وهم في الصلاة ننس يا رب نزدغى العباد نفيثن في الصلاة ثم رميد نقعد نجيثن في الصلاة نعصر. وفي رواية أخرى للإمام أحمد في المسند قال فيقولون أي الملائكة أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون ثم يقول الملائكة فاغفر لهم يوم الدين. الله أكبر قانسي سيد ربي سبحانه بعد أن يكشفوا سجل هؤلاء الذين أدوا صلاة الفجر وصلاة العصر قانس يا ربي غفارس قتو غيندي الصلاة وخاتو غيكي إن شاء الله معاصي تتار زيك يا رب أسن تغفار أسن تسمح للمؤمنين المؤمنات. فيا لسعادة ويا لفوز المحافظين
على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر في الجماعة. والله هنيئا لكم، هنيئا لكم ييني إويس عدون الصلاة رفجا تزجان ذي الصمد رحمه، دائما لا يشغلهم شيء عن الصلاة، يحضرون في المساجد في بيوت الله فيؤدون صلاة الفجر. في مغارين الزجن دي وقت النفجار لهن نفس الأجر إن شاء الله، الزجن دي وقت النفجار في ثذرين سنت، ولكن الرجال والجيش دي ثذرين. الرجال يخصص نفسنا على المساجد أضعمان بيوت الله، هذه المساجد التي تشكو إلى الله في صلاة الفجر، المساجد تشتشاني سيدة ربي من قلة المصلين دي وقت النفجار. والله أيها الإخوة الكرام رضع عن المساجد يتنقرب الإمام يخصصني نسو صفوفكم ما نجى الصفوف غسوا إجن الصف في بعض المساجد وجي مرة بعض المساجد إجن الصف ويكمير، بينما ذي الأوقات النغني ما شاء الله المساجد عمان. لماذا هذه الصلاة؟ لماذا نستهين بها إلى هذه الدرجة؟ ما يمين سمح ذي الفجار ما وذا غيتر يجيب الحساب، نضمن أنه صغار بوغيت حساب شخر وقت النين تتص ملء عيوننا. فلذلك الملائكة كسين الصحف السجلات ذيس الأسماء أن دي حضان غال مساجد دي الوقت النفجار دي الوقت العصر يعرضونها على الله عز وجل. قال صغار بسبحانه وهو أعلم تيسان رب العزة والجلال، الملائكة قال سقشيني دنورة يا رب أقش فراند فراند فراني حضان. فيا للحسرة مرا مذكان يسمون لإنسان اسم سوذين الجيشة غار وقت رفجاني غار وقت رعصا ثم أذير محروم ويتي ويشد دعاني الملائكة، لأنه أخمني صدغر كان يسمون إني حضان ذي الصلاة رفجان رعصا قانس يا ربيين أغفارس يعني تدعانك إني حضان ذي الصلوات. فإذا أردت أيها الأخ الكريم أن تفوز وتظفر بدعاء الملائكة ودعائهم مستجاب، ما تخص هذا استغفار الملائكة باش تطهان الصحيفة نجزي الذنوب المعاصي يخص وتغيب شاء خروقت صلاة الفجر. ثالثا الملائكة الأطهار يستغفرون لمن جلس في المسجد، إني تغيمان دي المساجد دي بيوت الله عز وجل وهو طاهر قد تطهر يقى الطهارة يقى الوضوء، ثم يصدغر المسجد قبل وقت الصلاة قبل شوية وقت الصلاة، وهذا يخسره كثير من الناس. واستنشاء الحكمة من الجلوس في المسجد قبل الصلاة سيج عشرة منو سيج نار ربع ساعات التسد وأنت طاهر أتقن داخل المسجد تذكر الله وتسبح الله سبحانه وتعالى. سرت أيها الإخوة الكرام الحديث الجميل الممتع الذي يذكر لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحدث في عالم الغيب شكوى السين شمين توقعا، ولكن إخبار شخص الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبره به رب العزة والجلال. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل المسجد يعني المؤمن المؤمن المؤمنة خبيت غير في المسجد من أجل أن يؤدي الصلاة كان في صلاة ما كانت تحبسه، اتعتبر رخم قد الصلاة اكسر جان الصلاة ما دام قيت رجى الصلاة. ثم اسمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه الملائكة، الصلاة هنا بمعنى الدعاء تدعكس الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، ما دام تقيم يذكر الله عز وجل يتراجع مرمي غيد المؤذن للصلاة مرمي غيد كان يمسر من الزجل تقيم يتراجع الملائكة تنشغل بالدعاء له، لهن تدعانا كيس سيس من نس يدعون له عند الله سبحانه وتعالى. يقولون إن نغض الرسول صلى الله عليه وسلم حتى من قال الملائكة يقولون اللهم ارحمه يا رب ارحم ذوانيته يسمح ذي الشغرنس يسمح ذي الجلوس في المقاهي تسكع في الطرقات يسمح ذي كل شيء الدنيا يصدغى المسجد غا بيت الله يتراجع نجنار ربع ساعة تزيين ساعة مرمي غفقون الصلاة قنس يا رب ارحمه
اللهم ارحمه. قال الملائكة اللهم اغفر له، يا رب اغفر الذنوب الخطيئات، اللهم توب عليه، توب عليه، اغفر له. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى متى ينقضي ذلك؟ ما لم يؤذي فيه، ما دام ويأذي بشن مسلم يقيم لا يؤذي أحدا، ما لم يحدث فيه، ما دام قدخل وضوء الطهارة يترجى الصلاة والملائكة تدعو له بالرحمة وتدعو له بالمغفرة، أن يغفر الله له وأن يتوب عنه الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، استغفروه يغفر لكم وادعوه يستجيب لكم، إنه سبحانه وتعالى هو البر الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، رابعا الملائكة الأطهار يستغفرون أيضا لمن؟ يستغفرون لمن بات في الليل على وضوء وطهارة. الملائكة كذلك إخبارنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه استغفارا يوني ذاريز نقتمغاث خميني غير حفيز أذي تص جيرث يتص على طهارة على وضوء يتقروضو مرتو غاس شروضو يتقروضو يتص على طهارة واني تغيت تصن على طهارة الملائكة تستغفانس يتاوي الجائزة يا العظيمة تقيت تص خمي غيت تص قيايح ولكن الملائكة تغيمانس قومي غيت تصنه تستغفانس. ففي صحيح الجامع بسند حسن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهروا هذه الأجساد طهركم الله. النبي صلى الله عليه وسلم يتدعى بالتطهير، أن يطهر الله من يطهر جسده. كيف يطهر جسده؟ بالطهارة، إما بالوضوء وإما بالغسل إن كان يقتضي الغسل. فإنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه ليس عبد يبيت طاهرا، أي عبد من عباد الله اتطف انت طاهر، إلا بات معه اسكيزد الله سبحانه وتعالى ملك من الملائكة في شعاره يعني في دفاره اتيريكيس، لا ينقلب ساعة من الليل كرمين نقرب إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك. اقرس يا رب اغفرسي العبد نشوانيتا فإنه بات طاهرا. ما الذي استجلب استغفار الملك له؟ لأنه بات طاهرا. خامسا تأمين الملائكة الأطهار على دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب. زي المواطن إكين تدعى الملائكة إذا استغفارا ديس، وهو مر الإنسان المؤمن نغ المؤمنة يتدعى أكوماس يدعى كيس ولكن بظهر الغيب وجبوك غنبو ذين ربعا ميكيس تمرقيد يتدعى كيش جميل، ولكن الأحسن والأفضل هو مر تدعي ذا كوماش برا ما يزريش في ظهر الغيب بعيدا عنه تقواشي تويرين شك تدعي ذا كيس سرخاء تفوز التوييد دعاء الملائكة لك. اسمع معي إلى الحديث في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة المسلم لأخيه أمس رمذي دعاكم بظهر الغيب يعني برا ما يسرس برا ما يزريح أقدي فدى إفكار ومس أخ من إخوانه الأخت فكاشا مجمس غاشا مشكل أقث مهموم نزلت به مصيبة أصيب في شيء نزل به كرب شاثي فكار لذد دهنس تقوى في تويري أذي عفعي فسر الله سبحانه وتعالى يا ربي أخي فلان يعاني من كذا وكذا يا ربي فارج خاس الهموم يا ربي وشاس من يتمنى يتدعى كيس بظهر الغيب مريق يمو يقارش النبي صلى الله عليه وسلم يتزدغى سجن الملك وهو يدعو لأخيه يوماس
يتصدغ سجن الملك عند رأسه يتبدا يسقاو زجيف، ملك موكل يوكله الله يستكفي الله عز وجل. كل ما يدعى كلما دعا لأخيه بخير، كل ما يدعى سرخاري ومس يقرس الملك إني الموكل آمين، يؤمن الملك يقرش آمين يتدعى باش سيدي ربي يستجب من تدعي دي وماش، ثم يقرس ولك بمثل، يعني أسأل الملك يقار أسأل الله عز وجل أن يعطيك مثل ما دعوت به لأخيك. الله أكبر. يقرس يا ربي ونيتا يجن مهموم سوماس نغس يثماس يتدعى كيس نسرخال يا ربي وش سرنت من التاري يثماس وش يا رب. قال الإمام النووي رحمه الله: كان بعض السلف رمسران الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه توصل في الصالح خميني غاس شن المشكل غاس شن الهم شن المصيبة تؤرقه تقلقه، بدل ما يدعى مباشرة غاسي دار بيخ في النس يتدعى يوماس يدعو بذلك أن يفرج الله عن أخيه بتلك الدعوة، لأنه يسن بأن ما يدعى يوماس بظهر الغيب الله عز وجل سيستجيب، لأن هناك ملك من الملائكة يؤمن ويدعو لك إذا دعوت لأخيك ويحصل له مثل ما دعا به لأخيه. هذا فضل دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب. ظريم أيها الإخوة الكرام، الإنسان المؤمن المؤمنة خميت دعاك يثمس بظهر الغيب رمزرنت انت ليس منوس يتدعاكيس اكسيكيسنا منوس الله عز وجل ليس كيزد هذا الملك يتدعاكيش رشك، لأن المحبة بين المؤمنين ثانيتا ذيجن العلامة ذيجن الدلالة على أن المؤمن يخسذرين دومة وجيك رجن تعيشي يخفن سواها، وإنما المؤمن يكسي يمنس وماس مريت ورث مهموم يكسي كيس منس ويتيث ميزيث غينفع إلا الدعاء فيدعو له. فمحبة المؤمنين لبعضهم البعض تقتضي أن لا ننساهم، محبة إذا غدي قصي ضار بقور جارانق تقتضي تستوجب أنه أنت تشان الجن والنغني من الدعاء وأنت دعي شيخ في النغوها، وإنما أنت دعى حتى الإخوان النغ وتشتد حاجة المسلمين بعضهم لبعض عندما تكثر الفتن. مرمي مسر من حذجن الزكي كيس أنت دعي مني ترين الفتن كثيرة عند كثرة المحن عند كثرة الابتلاءات عند كثرة المصائب، فيتضرع المؤمن لإخوانه حتى يكشف عنهم الله سبحانه وتعالى ما نزل بهم من كرب. وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، أعجز واحد يوضع غضمات وينفع ويشفع هو الإنسان ويتدعي حتى الدعاء ويتدعي يثمس ولو بالدعاء، خصوصا تيتورى يثمس ذي المحان ذي الفتن تمزق ديسن أعداء الله تمتن كل يوم صباحا ومساء وهو لا يكلف نفسه يوم من الأيام أذ يرفع فسن ذي دعاء أكي يثمس. كم يستغيث بنا المستغيثون وهم قتلى وأسرى فما يهتز إنسان، لماذا هذا التقاطع في الإسلام بيننا ونحن يا عباد الله إخوان؟ فكونوا إخوة المؤمنين والمؤمنات، كونوا لإخوانكم كما كان الملائكة المقربون لكم. أن اقتدس الملائكة المقربون كسينا من سنة تورنا نتعصص إذا ربي تقذن خانق من العذاب ربدا قد تدعانا كينا باش هذا غيغفر الله عز وجل، كذلك نشين يخصان غي الجنة ذي تدعاك ونغني محبة وولاء ونصحا ودعاء. لقد أخرج الإمام الطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات، واللي غي استغفان المؤمنين بريس مول أسين يا ربي اغفر أسن مار المؤمنين للمؤمنات دعاء القصير فقط شحال يسغي وين رجاء مري استغفار مار المؤمنين للمؤمنات. يقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. الله أكبر. مار المؤمنين جنس نجيث مار مار المؤمنين يعذون في التاريخ خصها شحال عدد نسل كوري الجن
أخسي وين يجل الحسنات ماني للصحفنس لأنه يدعى استغفار المؤمنين ذي المؤمنات. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وسعي مشكور. اللهم ارحمنا، ارحم آباءنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم لا تعذبنا يوم العرض عليك، اللهم اجعلنا في ظل عرشك يا كريم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اهد ضالنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اقض ديوننا، اللهم فرج كروبنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنه قد نزل بالمسلمين في الأرض ما لا يعلمه إلا أنت من الشدة ومن الضنك ومن القتل. اللهم إنا فزعنا إليك، اللهم إنا توكلنا عليك، التجأنا إليك. اللهم فاكشف ما نزل بإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اكشف ما بهم من ضر يا رب العالمين. اللهم عجل فرجنا وفرجهم، إنك أنت الكريم يا ذا العرش العظيم. اللهم افتح لإخواننا المستضعفين فتحا مبينا. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا جميعا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ملك البلاد ملك محمد السادس، اللهم وفقه للخير وإن عليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيها الإخوة الكرام، مجموعة من الإخوة والأخوات، أدعية كثيرة وزماغ أثنتيني غمارة حتى لا أطيل عليكم، مروني إغاد جشن المرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بشفائه، اللهم عجل بشفاء جميع هؤلاء المرضى. مروني غاد جشن المشكل شن الكرب يعاني منه، نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن تكون ساعة إجابة فيستجيب دعاءنا في كشف ضره. اللهم فرج عن المكروبين من المسلمين. ثم ذنج الأخ نطويت زجكين توفاه الله، انتقل إلى رحمة الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وسع عليه في قبره مد بصره، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم سدده، اللهم اغسله من ذنوبه بالماء والثلج والبرد، نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نور قبره بنور الإيمان، نور قبره بنور الصلاة والقرآن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.